اهلا بحضراتكم مره تانية وعوده مع حضراتكم مع البوندس ليجا. وعشان نتكلم على البوندس ليجا هيكون معانا عبر سكايب طبعا نجم كبير جدا جدا مايكل ريشكا، المدير الفني السابق لانديه كثيره في الدوري الالماني على مستوى بايرن ميونخ، على مستوى باير ليفركوزن، على مستوى شالكا. مايكل بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير. مساء الخير هاني. قبل كل شيء شكرا لكم وتهنئة من مصر، من ألمانيا إلى مصر وإلى قناة الأهلي، لأن أعشق النادي الأهلي وأعشق الكرة المصرية، وأعلم جيدا قيمة النادي الأهلي كأكبر الأندية في قارة أفريقيا وفي مصر، وهذا فخر وشرف لي تواجد على قناة عظيمة مثل قناة النادي الأهلي، النادي الذي له صاع كبير في أوروبا وفي العالم أجمع. شكرا لكم. احنا كمان سعداء بوجود طبعا مدير فني كبير بقيمتك على مستوى الإدارة الفنية، وعشان كده ميشائيل عايز أسألك عن رؤيتك مع انطلاق يعني أو نهاية الجولة الثانية من البوندس ليجا. ما زال البايرن ودورتموند الفريقين الوحيدين اللي حققوا الست نقاط، هل تاني سيكون البايرن ودورتموند هما المنافسين الاوحد في البوندس ليجا لهذا السيزون؟ دعنا نتحدث عن الجولة الأولى. بالنسبة للجولة الأولى شاهدنا رائع، مستوى رائع عظيم من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، لكن بايرن ميونخ كان الأروع وكان الأفضل في الجولة الأولى، لكن اعتقد ان بايرن ميونخ سيواصل هيمنته من خلال ما شاهدناه ايضا في الجوله الثانيه في البوندس ليجا. لكن اتمنى ان تكون هناك منافسه من جميع الفرق الاربعه الكبار من اجل مشاهده بوندس ليجا رائعه ودوري رائع يليق بالكره الالمانيه ويليق بكل المدربين، لكن اعتقد ان جميع الاستاف وجميع المدربين في الكره الالمانيه يستحقون التحيه، لاننا راينا نسخة وسنشاهد ونعد الجميع بنسخة كبيرة في البوندس ليجا. أكيد لو بنتكلم على البايرن أكيد نتكلم كمان على الصفقات الجديدة للبايرن ورأسها طبعا ساديو ماني بعد رحيل ليفاندوفسكي. عايز أعرف رأيك في أداء ساديو ماني والانتقال من ليفربول لدوري يمكن يكون مختلف شوية عن البريمير ليج، الريتم مختلف يمكن على مستوى الشعبية، أكيد الدوري الألماني دوري قوي، ولكن شايف لغاية دلوقتي إزاي أداء ساديو ماني مع بايرن ميونخ؟ أنت على حق. بالنسبة لساديو ماني كما ذكرت لاعب رائع قدم أداء عظيم عندما كان في ليفربول مع مو صلاح وكانوا ثنائي رائع لفريق الريدز، لكن انتقال ساديو ماني الى البوندس ليجا انتقال كبير وانتقال عظيم سيزيد من قيمه الدوري الالماني، واعتقد انه لاعب رائع يلعب لبايرن ميونخ الان. برضه ميشائيل عايز اعرف رايك في امتى يعني سيفوز احد الانديه الالمانيه طبعا بدوري ابطال اوروبا. بنتكلم على البايرن وكان قريب المواسم الماضيه ولكن لم يفز بها، هل الجاب او الفارق واسع ما بين الكره الالمانيه وخلينا نتكلم على البوندس ليجا والبريمير ليج هو دوت اللي بيقوي فرص فرق البريمير ليج، ام البايرن بالصفقات الجديده بالبدايه الرائعه للبوندس ليجا يكون كمان قادر للفوز بدوري ابطال اوروبا؟ أعتقد أن كل عام هناك مرشحين خمس وأكس وست فرق مرشحين للفوز بالتشامبيونز ليج. إذا ما تحدثنا عن البريمير ليج نتحدث عن مانشستر سيتي، ليفربول، عن تشيلسي، وإذا ما تحدثنا عن الأندية الألمانية يكون البايرن دورتموند أكثر المرشحين، لكن أعتقد أن بايرن ميونخ دائما هو مرشح للفوز بالتشامبيونز ليج ولا يجب أن نتجاهل كبير بافاريا. لكن أنت متابع وكنت لاعب في الدوري الألماني، الأشياء تغيرت في ألمانيا السنوات الماضية، لكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأيام
من الفرق التي يملك لاعبين كبار ذات كواليتي قد يفوز بالتشامبيونز ليج؟ لان التشامبيونز ليج له خصائص، لا يجب ان تسيطر على الدوري، وليس هناك معنى ان تكون بطل الدوري ان تفوز بالتشامبيونز ليج. طب لكن البطوله بطوله التشامبيونز ليج هناك تفاصيل ضئيله وقليله جدا هي من تحسم الامور، لكن هناك اكثر من 6 و7 فرق مرشحين للفوز. طب قبل ما نروح للبريمير ليج ويمكن اللقطه الشهيره على مستوى اوروبا توخيل وكونتي، عايز اعرف ميشائيل انت بتشجع مين في المانيا؟ انهي نادي بتشجعه؟ كما تعلم انا كنت في اكثر من 3 سنوات مدير فني لباير ليفركوزن، وذهبت إلى أكثر من 3 سنوات في شتوتغارت، وكنت مع بايرن ميونخ لأكثر من عام. كانت رحلة عظيمة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عندما كان مدرب للبافاير. أنا أعشق كل الفرق ولا تضعني في مأزق، أشجع العديد من الفرق الألمانية. أنا أعشق كل الفرق التي دربتها وكل الفرق التي لعبت فيها، لكن أعتقد أن بالنسبة لي الفريق الذي نشأت فيه صعب عندما تسأل مدرب لعبة ودرب في 3 أكثر فرق، لكن تستطيع أن تقول أشجع بعض الفرق وكل الفرق التي دربتها. وأعتقد أن أيضاً أحب وأعشق فريق هامبورغ، لأن هامبورغ لديها العديد من اللاعبين الذين يصيرون إعجابي، وأيضاً جماهير هامبورغ لديها مكانة خاصة في قلبي. لو جبنا سيرة هامبورغ أكيد هتبلغنا وتقول لنا كمان عن موهبة مصرية بتلعب في الهامبورغ، لعيب مصري مميز جداً، ويمكن قبل الهوا من خلال متابعتي عرفت أنك يعني عينيك على لاعب مميز جدا، لاعب مصري، عايز اعرف اكتر عن هذا اللاعب المصري ميشيل. كما تعلم دربت العديد من الانديه الالمانيه والانديه الاوروبيه الكبيره، واهتم دائما بالاكاديميات والناشئين، واتابع الناشئين اكثر من اللاعبين الكبار، ولا تستغرب من ذلك. لكن بالنسبه لي أريد أن أقول لمصر أن لديكم موهبة عظيمة، عمر ماجد يلعب في هامبورغ ولديه رقم قياسي عظيم كأصغر شاب ولاعب ناشئ يلعب ويتم تصعيده لفريق هامبورغ الفيرست تيم الفريق الأول، وأنا متأكد أن هذه الموهبة قد تغزو أوروبا ليس فقط ألمانيا. يجب أن تحافظوا على هذا اللاعب لأنه سيساعد هامبورغ كثيرا في البوندسليغا، ولديه موهبة عظيمة. أعتقد أن يجب على المصريين أن يقومون بمتابعة هذا اللاعب، ليس فقط هو بل المصريين في ألمانيا كثر ويجب متابعتهم. ميشائيل أكيد أنا هكون على اتصال بيك بعد الحلقة مباشرة، لأن أنت تتكلم في جزء مهم جدا، لاعب مصري بهذا القدر ومن يعني إشادة من مدير فني كبير زيك لازم يعني ياخد كل الاهتمام. ميشائيل بنشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله لينا لقاءات أكيد تاني على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لكم، وسهرة سعيدة.